تلفاز 11 بديناها اصلا كمبادره، كان عندنا هدف مره مخصص انه نحفز ثقافه الابداع في السعوديه وفي المنطقه العربيه بشكل عام. فكانت واحده من الطرق اللي احنا كنا بنسويها انه هو شوكيس عن طريق فيديو نسلط الضوء عليهم ونبين للعالم انه موجود. بس الطريقه اللي احنا سويناها فيها انه بنسويها ببرامج وبالتحديد الترفيهيه الانترتينمنت والكوميدي. اقتصاد ابداعي ما كان موجود في السعوديه، كلنا احنا معتمدين على الثروات اللي تحت الارض النفطيه. ثرواتنا الحقيقيه اللي هي فوق الارض مش تحت الارض، اللي تتمثل في افكارنا وعقول الشباب اللي عندنا، وهذه واحده من اهم المبادرات اللي نسويها. اكثر شيء واجهنا صعوبه فيه الاستمراريه، من ناحيه الكواليتي، من ناحيه التوقيت، لانه احنا كصناع محتوى كان مره مهم انه ننزل بطريقه مستمره. لازم الشركات او الشركات الابداعيه تلاقي طريقه انها تقدر تنزل محتوى كرييتيف توب كواليتي بشكل مستمر. ابغانا احنا لاول مره نكون احنا export our culture للعالم، احنا نحكي قصتنا للعالم. لكن على المستوى الشخصي يهمني انه مثلا تلفاز تنجح عشان تبين انه ريادة الاعمال في المنطقة ودعمها موجود وناجح، وهذا اهم شيء.